في مباراة تكتيكية كبيرة قدر تشيلسي يحقق فوز كبير خارج ملعبه أمام توتنهام بالثلاثية. مباراة شهدت تفاصيل كتيرة وأفكار مثيرة تليق بقمة الجولة الخامسة. بقيادة مديره الفني نونو سانتو بدأ توتنهام المباراة ب 4-3-3. الناحية الثانية بدأ تشيلسي بقيادة توماس توخيل المباراة ب 3-4-2-1. توتنهام بدأ المباراة بالضغط ب 4-3-3 ما بين كتلة عالية ومتوسطة، فكان هدفهم إجبار تشيلسي على التمرير نحو العمق، ولما يتأكدوا إن ده حصل بيضيقوا الكتلة جدا عشان يعملوا مصيدة الضغط هناك. فكان الثلاثي الأمامي سون كين ولوسيلسو بيضغطوا ثلاثي تشيلسي الدفاعي. في البداية سون بيضغط على سيلفا وهو واقف بزاوية معينة بيغري بيها سيلفا على التمرير نحو جورجينو، وأثناء ده فكين بيقرب من كريستينسن ولوسيلسو بيقرب من روديجير، في حين إن ديمبيلي بيراقب كوفازيتش في الوقت اللي بيكون آلي مستعد للضغط على جورجينو. فأحيان كتير لما سيلفا كان بيلاقي نفسه ما عندوش خيارات تمرير كتير، فكان أسبليكويتا بيضطر يضم لداخل الملعب لاستلام تمريرته، لكنه بيلاقي ريجليون في ظله، الأمر اللي خلى ماونت يسقط كتير للتلت التاني في محاولة منه عشان يخلق زيادة عددية عند الخروج بالكورة. لكن رغم ده فتوتنهام برضو كان قادر يتعامل مع بناء لعب تشيلسي، فكان سون بيقفل زاوية التمرير على جورجينو لحد ما هويبرج يطلع، فعندها آلي بيروح يراقب جورجينو وهويبرج يراقب ماونت. تشيلسي ما كانش قادر يخرج بالكوره بشكل مثالي، عشان كده اضطر يستخدم تمريرات طويله ناحيه الوينج باكس عن طريق كيبا وسيلفا في المرحله الاولى لبناء اللعب، وبمجرد ما الكوره توصل هناك يبدا هافرتس يسقط للوسط عشان يسحب معاه مدافع توتنهام، في حين ان ماونت بيبدا يجري عمودي في المساحه اللي ورا المدافع مستغل ان الظهير طلع يضغط على الوينج باكس تشيلسي. اما تشيلسي فضغطه كان بيتم بكتله متوسطه ب 5-2-3 في اغلب الاحيان، وب 3-4-3 بكتله عاليه في حالات ضربات المرمى بس. فكان لوكاكو هافرتس بيضغطوا على داير وروميرو، ماونت بيراقب هويبرج في الوقت اللي بتكون فيه وينج باكس مستعد للضغط على الأظهرات، في حين ان جورجينو كوفازيتش بيغطوا المساحات المركزيه بين الخطوط. نونو سانتو قرأ توخيل بشكل ممتاز قبل بدايه المباراه، فعلشان يهرب من مصيده ضغط تشيلسي على الجوانب كان بيطلب دايما من هويبرج انه يسقط بجانب قلوب دفاع توتنهام مش وسطهم، عشان يكونوا خط ثلاثي يكون مكافئ عدديا لخط هجوم تشيلسي، وعندها بيسقط آلي على الطرف عشان يسحب مع جورجينو بره تمركزه. ندومبيلي يتمركز كصانع لعب متأخر عشان يسحب كوفازيتش، كين يسقط للوسط عشان يسحب معاه كريستينسن، وبالتالي يضع صن في مواقف واحد ضد واحد مع سيلفا، كذلك الأمر في الجهة العكسية. اللي ساعد توتنهام على الخروج من ضغط تشيلسي كمان كانت مرونة الأظهرة ودخولهم للعمق في أحيان كتير، فكنا بنشوف إميرسون وريجليون داخل الملعب في مناسبات كتير عشان يسحبوا ألونسو وأسبليكويتا داخل الملعب، وبالتالي يقدروا يفضوا مسارات تمرير عمودية ورا روديجير وكريستينسن. لكن رغم كده فنظام تشيلسي الدفاع كان ممتاز في التعامل مع المنافس في التلت الاخير كما هو معتاد. اللحظات اللي قدر فيها تشيلسي يهدد مرمى توتنهام هي اولا اللحظات الانتقاليه الناتجه عن التحولات، فكانت تعليمات توخيل لهافرتس وماونت انهم يراقبوا الكوره من على بعد وينتظروا اي اعتراض لمسارها ويبداوا فورا اما الجري بالكوره او التمرير نحو لوكاكو. توخيل ما كانش عنده اي مشكله انه يواجه توتنهام ب 3-3 على الطرف ويستنى بس اي فرصه للتحول. وثانيا اللحظات اللي قل فيها مجهود الثلاثي الامامي في الضغط، وبالتالي كان بيسيبوا مسارات التمرير العمودي نحو جورجينو فاضي، وعندها تشيلسي كان بيقدر يكسر خط ضغط توتنهام. بعد مرور نص ساعه في الفريقين سددوا 5 تسديدات مفيش منهم ولا تسديده على المرمى، واستحواذ تشيلسي كان 53% مقابل 47 لتوتنهام اللي كان قادر دايما يخلق زياده عدديه في الوسط عن طريق تبادل الادوار، علشان يحول توخيل الشكل من 3-4-2-1 ل 3-5-2 ويطلب من ماونت ان يكون لاعب وسط ثالث بجانب جورجينو كوفازيتش، في محاوله منه لخلق تكافؤ عددي للسيطره على المساحات هناك وتطبيق ضغط اكتر حده. في نفس الوقت فنونو سانتو كان مستعد برضه، فطلب من لوسيلسو انه يسقط اكتر للوسط مع تحرك الي كالعاده على الطرف وصعود اكتر لندومبيلي في نص المساحه اليمين. نتيجه لدفع جورجينو كان بيطلع يضغط على هويبرج، كوفازيتش يضغط على لوسيلسو وماونت على الي، فكان دومبيلي بيلاقي مساحات بين الخطوط قدروا يهددوا بيها مرمى تشيلسي، علشان يتدخل توخيل بسرعه بين الشوطين ويشرك كانكي مكان ماونت مع الابقاء على نفس الشكل. توخيل قرأ اللي حصل في الشوط الاول، وبدل ما يتم توجيه فريقه دايما للعب نحو العمق قرر انه هيودي الكوره ناحيه الطرف، فطلب من كانتي انه يتمركز على الخط الجانبي اثناء المرحله الاولى لبناء اللعب مع اعطاء تعليمات للوينج باكس بالصعود اكتر لقدام، وبالتالي بيكون واحد من ثلاثي توتنهام في حيرة من انه يروح يضغط على كانتي ولا يضغط على قلب الدفاع، وفي كل الحالات هيكون خط الدفاع في موقف 4-4 مع هجوم تشيلسي. مرة تانية بيثبت توخيل احقيته بجائزة افضل مدير فني في اوروبا، فبعد شوط اول متوسط قدر يرجح كفة فريقه مرة تانية عشان يعتلي صدارة البريمير ليج. اما توتنهام فالخسارة التانية على التوالي بعد الفوز في اول 3 مباريات ممكن تكون جرس انذار لنونو سانتو فاني.